في الفيديو اللي فات شرحنا شنو هما الكووجنز، قلنا في الاخر كاينين ثلاثه ديال التيرمز ديال الكووجنز اللي هو string conversion, boolean conversion و number conversion. في الفيديو غادي نشوفوا اول وحده اللي هي string conversion اللي غيطرا فيها واحد الكووجن ديال واحد primitive type string. اوكي دور الفيديو ديالنا. كيف ما قلنا غادي نديروا واحد string conversion اللي غادي نشدوا واحد primitive type من بعد غادي نحولوا string. اوكي نبداو باول وحده اللي هي explicit. الناس اللي ما عارفينش الفرق ما بين explicit و implicit يقدروا يمشيو الفيديو اللي قبل شرحت فيه شنو هو الفرق ما بين explicit و implicit coercion. اوكي اول حاجه عندي غادي ناخذ واحد النمبر، دونك explicit غادي نديرها manually، دي واحد الكونسول لوغ وغادي نخدم بسترينغ اللي هي واحد الفونكشن اللي غادي تحول لي اي primitive type غادي تحولوا ليا لواحد string. اوكي لذا 123 كيف ما كنشوفوا هنا عندي 123 اللي هي string باش عرفنا هذا الشيء. الا درت type of هنايا كتلقاو بان عندي هنايا string. اوكي اما شد الشيء كامل ناخذ هذا الفاليو نكري واحد الفيربل const number وغنعطيها هذا الفاليو اللي هي string 123 ودي واحد الكونسول لوغ النمبر عشان عطاتني 123 يعني ولات سترينغ. الا مشيت تحاول تزيد عليها واحد الفاليو مثلا 3 بحال هكا دونك غتولي 1233 دونك بحال خدمات كونكاتينيشن. دونك هاد النمبر راه دابا كتعتبر سترينغ. دونك الا درنا type of number دونك عطاتني سترينغ. اللي طرا هنايا هو دات واحد الاكسبليسيت coercion، درت واحد explicit coercion يعني درتها manually مناش خديت واحد number وconvertيتو لاش string. ندير دابا هاد coercion ولكن نديرها implicit دونك ما غاديش دير manually. JavaScript هو اللي غادي يديرها behind the scene. كلاش ديت type of 123 كتشوفوا بانها number. غادي ناخذ هاد 123 ونحاول نزيد عليها واحد string اللي هو 3 دونك 123 وزدت عليها 3. اوكي اشنو ولات هادي؟ غادي نستوكها في واحد variable كري واحد الفاريبل غنسميها مثلا cost number 2 وغنعطيها كي فاليو 123 بلس 3. الا درنا هنايا type of ديال number 2 اشنو عطاتني هنايا؟ عطاتني string. دونك هاد النمبر طرا واحد الكووجن هنا دونك هاد البلاس هنا كتعتبر دا واحد الكونكاتينيشن. واخا عندي نمبر هنايا في الاخر هادشي تكونفيرتي كامل ولا string دونك ولا عندي النمبر اللي هو افيشيو ريزولت ديالو و 123 وتزدت عليها 3 اللي طبعا concatenation كيف ما كنشوفوا هنا تيب ولا string. دونك واخا خدمت هنا بنمبر زدت عليه واحد string طرات واحد coercion هنا اللي هي implicit ديال واحد النمبر ولا string. غنديرو دابا some other explicit coercions اللي غنخدمو مثلا في الاول بواحد negative number وفي الثاني غادي نخدمو بواحد banal هادو كامل primitive types وغادي نخدمو indefinite من بعد غادي نخدم booleans دونك booleans اللي هما true or false دونك true or false in lower case. نبداو بالاولى اللي هي negative number عندي واحد console log وعندي string لاش number ديجا درناها 33 دونك شنو ولات هادي؟ لا درت type of شنو عطاتني؟ عطاتني string. مزيان غنمشي للثانية غنشد نيت هاد primitive type وغادي ندير وسط string اللي هي function وغنخدم بنال مزيان. الى خديت ثاني type of شنو عطاتني؟ type of جاي ولات string. مزيان في الاخر عندي هاد indefinite عندي type of نكتبها direct demo string اللي هي function وغادي ندير واحد coercion ديال value اللي هي indefinite اللي كتعتبر primitive types. اوكي كنشوفو هنا جاي ولات string. في الاخر عندي console log type وندير type of ثاني نخدم string ونخدم true هنا دونك true غادي تولي string دونك تقدر دير true ولا false بلا ما نديرهم جوج انا نخليها true. اوكي باش ناخذ واحد البيزك ايديا ونافيشيهم هنا هاد true دابا ولات string غادي ندير implicit باش تبان لكم مزيان. اوكي هيدا الشيء كامل غناخذ مثلا const value نبدا بالاول اللي هي null عندي مثلا null وغادي نزيد عليها some characters aaa ندير واحد console log value كيف ما كتشوفوا null AAA دونك ما خداش عندك هاد null ولا string طرات واحد coercion هنا نبدل هنايا ندير indefinite حتى هي تزادوا عليها الكاركترز AAA في الاخر ندير هاد البولين اللي هو true حتى هي تزادت AAA دونك اي بولين درت اي primitive type في اللي كدرتو true or false indefinite null ولا number نسينا negative number sorry ندير 33 جا ولا string دونك غندير 12
3 كيف ما كتشوفوا تزاد على string. دونك اوتوماتيكمون type of ديال هاد الفاليو ولات string. دونك في الكاد الامبليسيت ولا الاكسبليسيت من خدمنا بهاد string ديريكتومون طلعت واحد الكوفجن ديال هاد البريميتيف تايب string. الميم كبالنسبه لنا الامبليسيت انفو خدمنا بهاد الكونكاتينيشن وخدمنا string طلعت واحد الامبليسيت كوفجن ديال واحد الفاليو اللي زدنا عليها string, يعني ولا الجلوبال كامل string.